نعم، لا تزال هذه الفعاليات مستمرة منذ انطلاقها في صباح هذا اليوم لتدشن نسخة جديدة من نسخ انعقاد منتدى أفريقيا 2018 للاستثمار والتكامل الإفريقي في مجال الاستثمارات والتجارة البينية تحت شعار القيادة الجريئة والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستثمارات البينية بين دول القارة السمراء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أبرز هذه الفعاليات انعقاد عدة ندوات وورش عمل على هامش الجلسة التمهيدية لهذا المنتدى. بعض هذه الندوات ناقشت دور المرأة في المرحلة المقبلة لدعم وتعزيز عملية التنمية المستدامة في القارة السمراء. هناك أيضا ندوة حضرها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت تدور حول التحول الرقمي للخدمات المقدمة في المجتمعات النامية. أيضا هناك بعض النقاشات والندوات التي دارت حول قضايا وموضوعات الصحة والتعليم. على هامش هذه الندوات وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عدة اتفاقيات مع بعض الصناديق التمويلية العربية وبعض مؤسسات التمويل الدولية حول إدماج هذه المساعدات المالية وهذه المنح في عملية التنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي دشنته الدولة منذ نحو 5 سنوات. بطبيعة الأحوال انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته القادمة في مطلع عام 2019، ما يلقي على كاهل السياسة الخارجية المصرية مزيد من الالتزامات تجاه القارة السمراء وتفعيلا لدورها المحوري. هناك تطلع للقارة السمراء لدمج أكبر 3 تكتلات بحلول عام 2020، تكتل الساداك دول شرق ووسط افريقيا وايضا تكتل الكوميسا بالاضافه الى تكتل الساحل والصحراء. نتحدث هنا عن سوق كبيره مشتركه تتمتع بمزايا اقتصاديه تفضيليه ل 500 مليون مستهلك افريقي، بما يعد بمزيد من التطور في اتجاه هذا الشان. أيضا هناك تعويل على الدور المصري المحوري من خلال ترأسها لانعقاد دورة الاتحاد الإفريقي القادمة في دفع عملية التكامل الاقتصادي وتسهيل كل العقبات التي تواجه الاستثمارات البينية وتدفق التجارة البينية بين دول القارة. نتحدث عن بعض المعوقات اللوجستية فيما يتعلق بشح الموارد الاقتصادية، أيضا نقص الطرق التجارية وطرق الشحن التجاري بين هذه الدول، أيضا في الأساس نقص المعرفة المتبادلة بين الأسواق الإفريقية للموارد التي تتمتع بها كل دولة على حدة، بما يصب في نهاية الأمر لتجميع هذه الموارد في إطار التكامل الإفريقي في مجال تبادل الاستثمارات وتبادل التجارة البينية. السوق التي تجمع الكوميسا فيما يتعلق ب 18 دولة بعد انضمام تونس والصومال مؤخرا هي سوق واعدة في إطار هذا التكامل التي تسعى إليه مصر وأيضا بعض الدول الفاعلة في القارة السمراء. مصر سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لتواصل هذه المهام في خلال العام المقبل. من المنتظر أن يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء هذا اليوم في تمام الساعة 6 في ورشة عمل وندوة تتعلق بتفعيل دور رواد الأعمال من الشباب وأيضا الشركات الناشئة في التوجه المصري الأخير لإدماج هذه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في عملية التنمية المستدامة. من المقرر أن يحضر هذه الندوة أو هذا الورشة تلك ورشة العمل نحو 100 من شباب رواد الأعمال الأفارقة تنفيذا لأحد أهم توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد هنا في مدينة شرم الشيخ منذ أسابيع بإدماج وإشراك رواد الأعمال الأفارقة في عمليات التنمية المستدامة التي تطمح إليها القارة، تنفيذا للرؤية الشاملة لإقرار هذه التنمية بحلول عام 2063. تتواصل هذه الفعاليات عبر عقد عدة ندوات وورش عمل كما أشرنا تتطرق إلى الكثير من الموضوعات. نعم، أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ علاء رشوان.